شارك السيد عادل بن عبد الرحمن العاصومي رئيس البرلمان العربي في حفل افتتاح الجمعية 44 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها جمهورية إندونيسيا في مدينة بالي، وذلك بحضور فخامة السيد رئيس جمهورية إندونيسيا. ومن المقرر أن تنطلق أعمال الجمعية يوم غد الاثنين، وكذلك الاجتماعات المصاحبة لها، وخاصة اجتماعات المجلس الحاكم واللجان الدائمة بالاتحاد. هذا وسيلقي رئيس البرلمان العربي كلمة أمام الجمعية العامة للاتحاد حول الموضوع الرئيسي للنقاش في هذه الدورة والمتعلق بأزمة تغير المناخ، كما ستتناول التطورات الجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي.